السلام عليكم متابعي راديو الثورة. عام كامل انقضى على كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب الشمال السوري وتحديدا مناطق سلقين وحارم، قصص مأساوية نستذكرها هنا في هذه المناطق لنتابع. في مثل هذا اليوم من سنة تماما استيقظنا على كارثة إنسانية عظيمة، كارثة الزلزال اللي حدث بستة شباط. في مثل هذا اليوم في ناس كتير تغير حياتها، في ناس فقدت أهاليها، في أولاد كتير تيتمت، في ناس تغيرت حياتها، وفي قلوب كتير بكت. طبعا هاي البناية اللي وراي أحد البنايات المتأثرة بالزلزال، متألفة من 4 طوابق. جينا عليها كان الناس كلها تحت الأنقاض وما بنحسن نشتغل فيها شيء إطلاقا. من أحد الضحايا الزلزال بهاي البناية أختي وزوجة، رحمة الله عليها وعلى جميع شهداء الزلزال جميعا. مثل هاليوم من سنة تقريبا صارت كارثة الزلزال. كان فيهم بناء مؤلف من 8 طوابق اسمه بناء الباخرة، كان مليان يعني ناس وعالم، ومنهم أختي وولادة وصهري وبيت أبو عبده وبيت أبو عمر وبيت أبو سطيف وبيت أبو أيمن. طبعا توفوا كلن هني ونسوان وولادين، ما طلع منن ولا شخص عايش. فهذا اليوم يوم مأساوي عن جميع اللي انصابوا بكارثة الزلزال، كان يوم قاسي. مثل هالأيام هاي، مثل هاليوم بالذات صار زلزال حارم اللي سمعت فيه الناس كلها، وكان زلزال مأساوي أو مرة يوم ما بننساه بحياتنا ولحد الآن ما زال بذاكرتنا. أنا أحد الأشخاص اللي فقدت أخوي وزوجته، والله يتقبل ونتقبل جميع اللي راحوا بهالزلزال. زلزال ما زال بذاكرتنا، ما عم نقدر ننساه أبدا. والله مثل اليوم صار الزلزال، الله لا يعيده على مسلم. أنا كنت بيرك بالبناية نايمين، ومرتي فيقتني الله يرحمها، والله وقمنا وطلعنا، ومرتي ما لحقت، ماتت مرتي، استشهدت مرتي وابني وأمي. والله لا يعيده على مسلم. ندعو للشهداء الذين توفاهم الله في هذا الزلزال أن يكونوا في جنان النعيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن مستمعينا ومتابعينا، قصص وحكاية وآلاف من الشهداء في هذه المناطق في ريف إدلب الشمالي الغربي نتيجة الزلزال المدمر الذي لم تنسى مآسيه إلى هذه الأيام. لراديو الثورة عصام المنصور، ريف إدلب الغربي.